تفاقمت مشكلة الصرف الصحي في تعز بشكل غير مسبوق، في حين تعجز السلطة المحلية عن وضع حل للمشكلة التي زادت عن حدها في الآونة الأخيرة. ليس ركام الحرب الوحيد من يقف عائقا أمام خطوات من يبحثون عن الحياة في مدينة تعز، فمياه الصرف الصحي باتت كفيلة بصنع عائقا أمام مرورهم أو سلب أرواحهم بنشر أوبئة جديدة تهدد الصحة العامة وتزيد من معاناة السكان بما تحمل من روائح كريهة تزيد من انتشار البعوض. هذه المقارن احنا في محطة عصافير صفوان قبل قرة نعاني الكثير من الأمراض، وكل يوم إسعافات من الحارة للمستشفيات من هذه المقارن التي تسيل علينا، ولا مسؤول ولا يرد بالمنطقة أو ينظر إلينا بعين الرحمة. كذلك في الخط السيلة هناك من القرية اللي فوق اللي ينزل مقاري إلى السيلة، كذلك وهنا مقاري ينزل إلى السيلة وتقدس القمامة، وكذلك فلا نجد من يقوم أو من ينظر بعين الرحمة لهؤلاء المواطنين في قبل قرة. انهيار شبكة مياه المجاري باتت كارثة لا تزال بتجاهل الجهات المختصة لإنداءات المواطنين الذين يعيشون وجاعة ما تخلفه تلك الروائح الكريهة بما تحمل من أمراض يزيد من انتشارها البعوض الذي بانتشاره الكبير بات النوم شبه مستحيل. حقيقة هذه المجاري واصل 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 كيف تنفجر واصل، ما يوصل لنا أبدا عندنا، لكن نطلب من الجهات المختصة أنهم يفقدوا هذا الشارع ويسبب لنا أمراض، حمى الضناك، الريحة كريهة، أكثر الأمراض بسببه. في هذه المنطقة في ماء ساكن ما يروح في المنطقة من البقعة الكبيرة اللي هنا زي هذا قد يروح المقاري، لكن هناك واقف زي ما هو من ما يسبب انتشار البعوض علينا. لو لقيت أقول لك تقول لنا أبالغ، قسما بالله إنهم مثل النوب، أعرف النوب والله إنهم باليوم تقتل أكثر من 50 60 70 وأنت جالس عندك مرقد النوب، من القدلة تحت ناموسيات. كذلك مجرى السيول التي على امتداد المدينة فهي مليئة بالمجاري وكذلك بالبعوض، والناموس لا نجد من الجهات المختصة من يقوم بالنظر إلى هذه المسؤولية ومراعاة حقوق المواطنين. مياه الصرف الصحي عائق آخر يقف أمام حياة السكان في العديد من أحياء تعز بما حمل لهم من معاناة يزيد من تفاقمها غياب الجهات المختصة عن مشهد لم يكتفي بإزاحة جمال شوارع المدينة فقط، فالأكسجين منع هنا.